جايين نتعرف على جامعتنا. اهلا وسهلا فيكم بجامعة بيرزيت. احنا متطوعين لقاء الارشاد للطلبة الجدد عام 2016. احنا بنحب دائما نكون نساعدكم سواء باللقاء الارشادي او بالايام العادية خلال دوامكم. اشتركت في الاستقبال للطلبة الجدد لاني بحب الجامعة وبحب دائما ابين اني زي ما انا انبسطت فيها، لان في كثير ناس مفروض تنبسط بهذا المحل، لانه الجامعة هي عبارة عن محل تعليمي وعن محل بنفس الوقت الواحد بتعلم من اجتماعات الحياة. الاشي جد حلو، معزوقين ومبسوطين انه مش عارفين حالنا وين، بس حلو الاشي واخذنا الجوائز. عشان أتعرف على مرافق الجامعة وأعرف بالضبط وين كليتي. كان كثير حلو الحمد لله، تعرفنا أكثر على الجامعة وعرفنا أكثر عن الساعات عن الكليات والتخصصات برضه. كان استقبال كثير رائع، فرجونا كيف الجامعة وعرفونا على كل شيء. كان لقاء ممتع، انبسطنا انه كبير حضور الهيئة التدريسية بجامعة بيرزيت. في نشاطات حلوة وتعرفنا على الطلاب الجدد. الحلو في موضوع جامعة بيرزيت انه بيعملوا قبل انه في عندهم لجنة ارشادية، يعني بتعرفك عن الجامعة قبل ما انت تيجي على الجامعة بتكون مش عارف ولا اشي. فالحلو في الموضوع انهم بيعملوا لك لقاءات، بيعملوا لك مش بس انه لقاء عارفك وخلص، بيعملوا لك في فعاليات في نشاطات، حتى بعطوك يعني هدايا، بعطوك حتى حافز انك تكون اقوى من هيك، بعطوك معلومات عن الجامعة اشي اقوى. فالجامعة كتير قوية، فقبل ما اجرب فانا من خلال ما انا عرفت من خلال ما انا شفت بيعرفوك على كل اشي في الجامعة. عرفنا انه احنا مميزين في بيرزيت، انه بيرزيت حاضنة جميع الوطن تقريبا. غير هيك انا مبسوطة كثير انه ابوي خريج بيرزيت وانا رح اكون خريجة بيرزيت، وان شاء الله اولادي رح يكونوا خريجين بيرزيت. برحب بالطلاب الجدد وبتمنى لكم 4 سنين سعيدة في جامعة بيرزيت. انبسطوا في هالسنة بهالأربع سنين وحاولوا استغلوا كل الأنشطة اللي بتقدروا عليها. بس احنا بنحب كمتطوعين نكون الجزء الأصغر من هاي التجربة في لكم في الجامعة، وانتوا تقوموا بالجزء الأكبر باستكشاف الجامعة.